اه مصطفى، دكتور. مصطفى انت ليه بنفس المني يا مصطفى؟ لا مفيش حاجه. لا انت بنفس المني يا مصطفى. لا لا والنهارده انا هكلم المدام في التليفون، هكلم مراتك في التليفون. حاضر. اه عامل لنا ايه يا هنعمل مصطفى مكرونه النهارده؟ بالكبده ومكرونه بالسجق، ايوه وهنعمل بطاطس حره وسلطه بلدي. طيب حلو قوي. عايزه اسالك بقى سؤال، السجق ده انت هتحطه كده على الوش ولا هيتقطع ويتحط على المكرونه؟ اللي هنسويه اه وناخد شويه على الوش وشويه جوه المكرونه، ايوه بحيث ان هي اه ايه الديكور تبقى. يعني على الوش ايوه وبعدين جواها، بس عايزينه مفلفل بقى يعني مش ما هتشط. يتهريش. لا مش هتشط. سبايسي. ايوه سبايسي. ماشي والكبده نفس برضو نفس الموضوع، الحكايه، اسكندراني على الوش برضو وشويه في حلاوتك الصوص. ماشي. وبعدين انا شايفه نوعين مكرونه مقصوصه وبتاعه الفرن اسمها مصطوفه لا فرن او فرن، اه هي دي بنا ربياتا ماشي، ماشي، دي مرمرية. مرمريه ماشي. طب بص، مين اللي بيقول لي في الاعداد المرمريه دي تبعي؟ انت مين؟ محمود خليل تبعك ليه يا محمود؟ اه انت بتحجز تاكلها. ابقوا وروني هتنزلوا تعدوا هنا ازاي النهارده، انتوا مش اول ما العطله حصل قلتولي انه الكاميرا والشاشه حاسه باللي هتعمليه في الرجاله النهارده. مفيش راجل هياكل في الاستوديو النهارده، انا ومي وميار وكنزي بس اللي هناكل. سامع يا مصطفى؟ ماشي يا دكتور. وطبق تاخده للمدام في البيت. كمان اه النهارده اكل الستات. طيب دلوقتي عايز اسال سؤال، المكرونه بقى علشان انا داخله لك، بس ايه سخني كده عشان انا داخله عليكي دلوقتي مصطفى. مكرونة المكرونه انا من نوع اللي بحبها جدا الدنتا، اللي هي تبقى مش مستويه قوي زي ايوه اللي فيها بيعملوها عض. الطلاينه، صح. ما تعجنش. بس بص بقى بعملها برضو كده، هل هم في حاجة بيعملوها مخصوص تبقى ال ما حضرتك عشان انت ما بتعمليش حساب، يعني انت بتسلويها اه تبقي عامله حساب ان هي لسه هتنزل في صوص. اما انا عارفة يعني اسلقها قد ايه، خليها ادينا نص وقت. سوا. ايوه هو النص سوا ده قد ايه؟ ما حسب النار، بس هو يعني خلينا في ال10 دقايق. هما يعني 10 دقايق ده كتير على فكرة مش هتيجي. بجد؟ يعني 10 دقايق. طيب 10 دقايق ماشي. انا بقى بحط في الميه يا جماعه، وانا بغلي المكرونه بحط في قبل ما انزل المكرونه بحط فيها نقطه زيت عشان ما تعجنش، شوية صح؟ ملح، ملح عشان يطعموها. بطلت نفس مني يا مصطفى، حاضر. اسمع انا بعمل ايه، ما طيب تنفسنش مني. بصوا يا جماعه، انا بحط على الميه والمكرونه بتتسلق بحط حبهان وبحط ورق الغار وبحط ماجي، لو عندك ماجي حطي ماجي، واسلقي وحبهان وحطيها واسلقيها، قلنا ال10 دقايق ماشي. بعد ال10 دقايق بقى الصلصة. انت بقى بتعمل الصلصة ازاي؟ انا بحط في كوباية سخنة طب الصلصة. في برضو حاجة في موضوع اما انت لازم تعدل عليا يا مصطفى والله عشان تعرف ان انت هو في نفس لا مني. والله ما في حاجة. قول ان هي لما بنصفيها بنبرد عليها بمية، ما تبرديش عليها اه ليه بقى؟ في صينية بتتهري وتتكسر من الموضوع ده برضو. الله اه والله يعني المية. ايه يا كنزي قولي. ايوه سامع انت ليكي في المطبخ؟ حلاوتك يا كنزي. ايه بقى نعمل ايه؟ ما في نعملهاش ما بالميه؟ تتغزلش. لا غير ان هي كمان كده بتنزل النشويات بتاعتها، ف ما هي بتنزل. يا نهار ابيض، عشان كده ما بتطلعش معايا مظبوطه، في صينية واقعد اغير في الصلصه واقعد اغير في لا مش لا عارف في وقت طب يا جماعه بصوا، عرفتوا الموضوع ده السر فين؟ ما تغسلوش ده، انا ايه مبردش اصفيها عليها. وانزل الميه. بتقولي ايه يا ميار؟ انت كده تغسليها، تغسليش تاني يا ميار. طيب مصطفى السجق بقى، بصوا يا جماعه اصل النهارده الاكله لطيفه وحلوه فممكن نتكلم فيها ونسيب مصطفى يعيش. والكبده السجق بقى ازاي؟ انت نفس حاطط ايه الموضوع. هنا، زيت ولا زيت؟ لا سمنه؟ زيت. زيت يا مكرونات جماعه ملهاش عادي، سمن خالص، المكرونات من غير ملهاش سمنه. سمن. انا زيت. بعملها بزيت زيتون. زيت زيتون صح. طيب ها
نفس الموضوع برضو الكبده اهي. الكبده بتتشوح لازم تتحمر جامد. تتحمر جامد وتحط عليها ايه بقى؟ ما تحط عليها فلفل حامي قرون. مش دلوقتي. مش دلوقتي. اه بحيث ان هو ما يتهريش خالص. وهتحط عليها ايه كمان؟ ونحط عليها سن الثوم. لا ما بلاش الثوم بقى. بلاش الثوم. ماشي. يعني كده كده نعمل مش بصل؟ ممكن تحط بصل؟ ممكن برضو البصل عادي. بصل. ماشي. طيب والفلفل ده لايه؟ ده اللي بقى للسجق. الفلفل ده للسجق. اه. وده للكبده المفروض. طيب والبطاطس دي ايه؟ هنعمل بقى البطاطس دي متقطعه ومتحمره. متقطعه ومتحمره. متقطعه كريم مش ومتحمره. حلوه يا مصطفى. ما لسه ما عملناهاش. اه لسه ما اتعملتش. لا لسه. اه انا بدوق بدري احنا. اه مش متفقين على كده. ماشي. ماشي. الكزبره الخضراء حبيبتي. الله انا بحب قوي. لا ده بقدونس. دي الكزبره. ايوه اهي. قول كده يعني انت سايبني اكل في البقدونس ومبسوط؟ ما هم يعني قريبين. يا مصطفى بطل يا مصطفى هشتكيك في المحطه. ماشي. الصلصه بقى قول للناس عملتها ازاي. انا بحط الصلصه في كوبايه كبيره، بجيب ميه كده اكون مسخناها، احط الصلصه اقلبها وبعدين احط فيها ماجي برده، وبعدين اروح قاطعه شويه زيت وبعدين احط عليهم لحد ما تتسبك وبعدين احطها على المكرونه. مفيش بصل قبل؟ لا ما بحبش احط بصل على المكرونه. ماشي. وما تحطش بصل دلوقتي على المكرونه عشان انا هاكل منها كل البنات اللي في الاستوديو.